حنبي. كيداهم؟ الحمد لله على السلامة يا حبيبي. أنت كنت فين؟ وغوشتني عليه. أنا هكون فين يعني؟ الله، أمال ما بتردش على المحمول ليه؟ أصل الشبكة المكان اللي أنا فيه ما كانش فيه شبكة. الله، وأنت كنت رايح تصطاد يا حنفي؟ مساء الخير يا معلمة. سنور، الله الله الله، أنت هليت؟ أنت كنت مع المعلم أنت كمان؟ آه، كنا في المخزن. أيوه، كنا في المخزن الجديد، أوه يا ريتنا ما اشتريناه. ليه بس؟ إيه اللي حصل؟ اللي حصل الله، إيه ما تقول؟ البضاعة. مالها البضاعة؟ كانت هتغرق وتروح في شربة مية. يا لهوي يا مصيبتي خرابي، وإيه اللي حصل؟ عملتوا إيه؟ مفيش، أصل المية ضربت والسباكة ضربت وكل حاجة ضربت، قعدنا بقى نشيل في البضاعة وننشف في المية. الله، طب وأنت عرفت إزاي الموضوع ده؟ ها؟ الغفير. وأنا يعني مش هعرف أقول الغفير جرايش إحنا، الغفير كلمنا حبيبتي ورحت جاري أنا وولاد شحتة، جبنا 2 سباكين قعدوا يصلحوا في المواسير وإحنا نشيل في المية. الله، طب كنت قول لي يا حنفي، كنت جبت الجدل والمبسح وجيت سيقت معاك المخزن كله. قلت في ايه ولا في بس يا كيداهو؟ اخص عليك يا حنفي، طب كنت طمني حتى بتليفون بدل ما تسيبني قلقانه كده. قلقانه ايه؟ انت من امتى بتقلقي عليا؟ وبعدين هو انا عيل صغير. اخص عليك يا حنفي، دي كلمه تقولها برضو. الله، مالك واقف لنا زي الضمير كده؟ ما تتكل على الله وتسحب من هنا كده برضو يا حنفي. ده انت حبيبي وابو بناتي والراجل اللي بحبه، ايه رايك ان انت اكلمك كار؟ ده انا حبيبتي، انا اللي بلبستك المقطع والمحزق والممزه، تقول عليا كده؟ يخص عليك. على كل، انا هطلع فوق هلبستك الحته المقطعه اللي انت بتحبها، وهعمل لك صينيه البطاطس وارش لك عليها جوز الطيب اللي انت بتحبه، بس ما تاخرش عليا. حصلها على فوق، تعمل لي صينية البطاطس اللي بحبها وعليها جوزة الطيب. توحشنا معلم. يا صافي، مالك؟ مالي في ايه؟ انا كويسه اهو. ايه الرد الناشف ده بس؟ لا ابدا، انا بس صاحيه من النوم تعبانه شويه وعندي صداع. لا الف سلامه عليكي. ليلي، انا كلمتك امبارح طول اليوم ما بترديش على التليفون، ده انا قلقت عليكي قوي لدرجه ان انا كنت هجيلك البيت. تجيلي؟ تجيلي يعني ايه؟ انت ايه، ناسي ان انا ساكنه لوحدي في البيت؟ عايز الجيران يكلموا عليا ويقولوا راجل جاي لها؟ كنت وحشاني وكنت عايز اشوفك. وتقف احسن في وسط المحل وتعلي صوتك عشان العمال يسمعوك. انت ايه اللي جرالك؟ في ايه يا صافي؟ مالك؟ ما قلت لك يا اخي ماليش، تعبانه وعندي صداع، دماغي وجعاني. الله، ماشي ماشي يا صافي. انا نازله انا وماما هنشتغل لها تريننج سوت وهنجيب لها كوتشي وهندفع لها اشتراك الجيم وبعد كده ندخل انا وهي نتمرن. ايه ده؟ هتتاخروا؟ يا بابا، مش هنقعد لنا اقل من 5-6 ساعات. طب وليه كده؟ يا بابا يا دوب ده لسه عبال ماما تنقي تريننج سوت وتقيسه وتنقي كوتشي وتقيسه، ده مشوار الجيم بس ياخد له بتاع ساعه، ده في اخر الشيخ زايد. يعني ما كانش في مكان قريب تروحوه؟ يا بابا ده احسن جيم في البلد، انت برضو ترضى لمراتك وبناتك يتمرنوا في اي جيم؟ ده كل اولاد رجال الاعمال بيتمرنوا هناك. يا ابتسام. ايوه يا ماما. يلا يا حبيبه ماما،
امك جاهزه اهي. قمر بسم الله ما شاء الله. ايه رايك يا راجل؟ ايه الحلاوه دي؟ جري يا بنت الله، اختك الصغيره دي خمسه وخميس. الله اكبر عليك. بقول لك فيها كيدهم ما تاخديني معاك في الجيم. ايه يا اخويا اخدك فين؟ جيم ايه ده؟ انا عايزه جيم منك يا راجل انت. هو الجيم اللي زيك؟ الجيم ده عاوز الشباب اللي زينا. انت خلاص كبرت على الموضوع ده. انا اللي هروح اتنطط هناك على المكنه اخربه. سديتي نفسي كده برضو اكيدهم. يا سلام، هو انا بسدي نفسك يا راجل؟ يلا يا بنت يلا عشان ما تعطلش. حاضر يا ماما. فوتك بعافيه ده العادي. خليكي معانا الجيم ماهر. خدي الباب وراك يا بنتي عشان ظهري ناها عليا. فكرتوني. سلامتك يا روح. فكرتوني بالله. عجزت انت اللي عجزتي. عجزت ايه؟ الو. ايوه حبيبتي، صباح الفل والورد والياسمين والرارينك. وحشتيني وحشتيني قوي. بقول لك ايه، انت فين؟ طيب انا نص ساعه وجاي لك على الشقه. لو انت اتاخرتي هستناكي، بس حاولي تيجي على طول. لا مفيش هحاول. قولي لي طبعا. ايوه طبعا جاي لك يا صافية. ايه على فين كده؟ معلش يا فؤاد، عندي مشوار مهم لازم اعمله. مشوار ايه ده؟ لا دي حاجة ملهاش دعوة بالشغل. طب هترد على هنا تاني ولا ايه؟ لا هخلص مشواري وهرجع على البيت عشان تعبانة شوية. سلام. حكاية تعبانة كل شوية. انا مش معايا المفتاح. ماشي هكلمك. يلا سلام. مساء الخير يا فؤاد. اهلا سناء. دول اخر صاجات عندي. يا رجل. نعم يا فؤاد. عين الصاجات دي من ست سناء، احطها في الفرن واوطي عليها. انا يا ريس. عنك يا ست سناء. الله، امال فين صافي؟ مش هنا. امال راحت فين؟ انا عارف لك، انا صاحبتك لها حركات اليومين دول مش فاهمها خالص. يعني ايه؟ معرفش، كل شويه تغطس وما هياش مركزه في الفرن خالص. ادينا اهو جايب لها سبون سقع الفرن ابو فريخه، مش عارف اوصل لها ولا اخد منها المفتاح. هتكون فين يعني؟ اكيد في البيت. ما هي محرجه عليا ما اروحلهاش البيت، ومعها حق طبعا، كلام الناس كتير وهي قاعده لوحدها. ماشي ولا يهمك، يلا على البيت وانا معاك دلوقتي. اه قبل الزبون ما يطير. خد بالك يا رجب. يلا بينا. دي وبس عشان خاطر. كفايه يا حبيبتي مش قادر. وحياتي دي بس. يا حبيبتي انت كده بتزغطيني مش بتاكليني. بالهرا والشف. ايه
هاتي دي تويلم. دلوقتي يا حته عايز ايه ده؟ الو يا شحته. طيب طيب في ايه يا حنفي؟ شحته شحته بيقول ان البيت سلام والاطفاء طالعين على هنا. طب وايه اللي جابهم دول الساعات؟ مش عارف. بقول لك ايه، احسن حاجه ما نفتحش الباب. لا ما نفتحش الباب ازاي؟ اكيد اللي هو قال لهم ان انا هنا. المهم ما يعرفوش ان انا اللي هنا. وهيعرفوا منين وهيسالوا عليك ليه؟ هم اصلا ما يعرفوش حاجه. الباب يبقى طلع. يبقى طلع. بقول لك ايه؟ ها؟ انا هخش استخبى جوه وانت افتح لهم مشيهم على طول. طيب طيب استني. طيب ايه؟ الشبشب لو شافوا الشبشب هيعرفوا ان انا هنا. التليفون. ده مش معقول. انت اللي كلت كل ده صح؟ صح. بقول لك ايه؟ ها؟ وطي. وطي. طيب طيب طلعي فوق. روح بقى. حاضر حاضر. اهلا يا فؤاد. اهلا يا سناء. انت فين يا صافي؟ عماله اكلمك وما ترديش عليا. ولا بتسالي ومطنشانه ليه يا اختي اليومين دول؟ تعالى يا فؤاد. لا ابدا، اصل كنت نايمه ومشغوله اليومين دول في حاجات كده يعني مخلاني مربوخه. المهم جالي زبون سقعه بخصوص فرن ابو فريخه. والله طب كويس. المعلم سليمان ابو رغبه فلوسه حاضره، عايز يتفرج على الفرن النهارده. وانا لما لقيت كده قلت لفؤاد نيجي لك ناخد منك المفتاح، وهي حلاوتها في حموتها. وماله، لحظه واحده اجيب لكم المفتاح. هي مالها مش على بعضها كده ليه؟ مش عارفه. الراجل على الفرن وابعت لك مفتاح مع البواب بالليل. لا مش مشكله، خليه معاك، باخده منك في المحل الصبح. ايه الصوت ده؟ ده الموبايل بتاعي. موبايلك اهو يا صفا. لا ما انا اشتريت خط جديد. لا وايه، حط عليها اول مره تحب يا قلبي، واضح ان الرنه دي للحبايب بس. تبان عليك كفايه ورايقه يا سناء. انا برضو. يلا بينا. ما بدري. معلش عشان الحق افرج الراجل على الفرن. شرفت. مع السلامه. تعالى يا حنفي مشي وخلاص. حنفي. متأكدة انهم مشوا؟ ايوه متأكدة، يعني هكون مخبياهم وعاملة فيك مقلب. ومالك خايف كده ليه؟ باين قوي انك ما بتخافش من كيداهم خالص. كيداهم ايه دي اللي خاف منها؟ انا خاف من كيداهم ايه؟ انا بس مش عايز يحصل معاك انت مشاكل. وبعدين الواد ده ايه اللي جابه هنا؟ ما هو جاي مع سناء عادي. الواد ده انا ما بحبوش وعايزك ترفديه. ازاي ارفده بس يا حنفي؟ ده شايل الفرن على كتاف. وبعدين مين اللي كان بيكلمك على الموبايل؟ دي سام بيتي. عمال تطلبني ورا بعض مش عارف ليه. طب كلمها اطمن شوف في ايه. ايوه كلمها في ايه؟ تليفون. ايوه صح كلمها. اسمها متسجل. الو. ايوه حبيبتي خير، في حاجه؟ ايه بتقولي ايه؟ ايوه الحته دي يا دكتور، واللي زيها بقى الناحيه الثانيه. اللي زيها الناحيه الثانيه يا دكتور. خلاص يا دكتور مفيش امل. لا اطمن ان شاء الله باذن الله هتبقى كويسه. هو كل الحكايه ان عضلاتها شدت عليها لما تقلت في الجيم النهارده. اه
اعصب بقى رجلي. يا ماما ما انا قلت لك بالراحه يا ماما، انت ما بتسمعيش الكلام وقعدتي تتنططي على المكن زي الحلزونه. حلزونه ايه؟ انا كنت زي الحلوان على المكن، بس اتقر عليا، اتقر عليا باللي ما يسمى قبل ما انزل خدت العين. هو اللي ما يتسمى عمتك. مش معقول يا مدام، من اول يوم ليكي في الجيم تبذلي المجهود ده كله، وبعدين المدربه كانت فين؟ مدربه؟ مدربه قالت يا اخويا بس انا ركبت دماغي. يا ماما انت فهمتي غلط، ما كانش لازم تركبي دماغي، كان لازم تركبي المكنه وبعدين يحصل لك كده كده. ما انا ركبت المكن، انا ركبت المكن، بس قرت عليها اللي ما تسمى، اللي ما تسمى عمتك اسمها ايه؟ الحلمبوحه. ايوه الحلمبوحه، عمتك روحيه هي اللي شد. على كل حال انا هكتب لك على حاجه هتريحك، وعلى الصبح هتبقي كويسه. سبلت رجلي، سبلت رجلي، انا ما عادش هروح المكان الجيم ده تاني ابدا ابدا ولا هغطيه. لا بالعكس، انت لازم تروحي تاني وتلعبي تاني عشان عضلاتك تفك وتخفي بسرعه. ما هو يا دكتور احنا كل ما نروح الجيم ده تحصل لنا مصيبه. يا ستي لا مصيبه ولا حاجه، هي على بكره هتبقى كويسه ان شاء الله. ان شاء الله اكتب لها على سمينه. الزاد وغطى يا دكتور، القولون، القولون بيوجعني. سلامه قولونك يا ماما. ان شاء الله ان شاء الله. القولون يا اختي. سلامتك يا قولون. حبيبتي الف سلامه عليك. سلامتك يا الف سلامه عليك. اتفضل يا دكتور اتفضل. متشكرين جدا. استنى استنى، اتفضل يا دكتور. الباقي انت الله يكون في عونك. متشكرين قوي. لا تستاهلها، مع السلامه. الا الله يكون في عونك. طبعا يا حبيبتي الف سلامه عليك يا حبيبتي. لا يا بابا لا. صحيح. سلامتك حبيبتي، سلامتك. سمانة وقولون عشان تتريق عليا وتقولي لي ان انا عجزت. لا ماما اوعي اوعي. لا لا يا حبيبي، لا ما عجزتش ولا حاجه انا. لا اسال بنتك، اسال بنتك. ده كانوا الشباب كده كده عمالين يعكسوا فيا، محتارين بيني وبين بنتي. يا ترى دي امها ولا دي بنتها؟ يا ترى دي، يا ترى دي اسمي ايه؟ الحلمبوحه. مش بقول لك على عمتك، بقول لك على اسمي انا. اسمي ايه؟ كيدام. يا ترى دي كيدام ولا دي بنتها؟ كانوا محتارين بينا. الله. بس الرجاله حلوه، بس النفس اي دونت هاف تايم. اجنبيه والله، المفروض جوزي يضمك للنادي الاهلي. قالي إن ما خليت المنتخب كله يتفرج عليك ما بقاش أنا، مفهوم؟ طبعاً. يلا بقى يا حنفي. شايف لون البحر حلو ازاي؟ ده أتاري الدنيا دي فيها حاجات حلوة قوي، بس الواحد محروم منها. عارفة يا حبيبتي، أي الحاجات الحلوة دي أنا كنت ساعات أشوفها ما أحسش بيها ولا بجمالها، بس معاكي الوحش يبقى حلو والحلو يبقى أحلى. أنا في، أنت بتقول كلام حلو قوي زي اللي بتقال في الأغاني بالظبط. أنا لو أعرف إن المكان ده هيخليك تقول لي الكلام الجميل ده كنت أقول لك تحجز لنا هنا شهر بحاله. شهر بحاله، شهر، شهرين، ثلاثة، أربعة، أنا وأنت، أنا وأنت وبس. يا سافية، أنا وأنت وبس. الله، إيه ده؟ مين؟ مش وقت خالص. إيه؟ يوه، مش وقت كيدهم خالص يا حنش. أبو سيدي، لما نتكلم على أساس إن أنا في الدقيقة في صهار. ايوه يا ابني، لا نزل شوال الدقيق شويه. لا يا ابني، ايوه كده الدقيق هيخر. لا لا يا ابني، في ناموسه، في ناموسه. ايوه كيداهم تعبان. اي
لا دي ناموسه. ناموسه. اوه مش قوي. اي بالراحه شويه بالراحه. لا بقول للوادي يشيل السوال بالراحه. ايوه كده. ايوه حبيبتي. ها؟ حشتيني. حشتيني قوي. اه جاي جاي يا حبيبتي بس احتمال اتاخر يوم. يومين يومين. اه لا احتمال اتاخر. يا حبيبتي معلش عشان الشغل كتير والشغل كتير قوي. طيب طيب اسكتي بقى سيبيني. اي لحسن تعبان قوي تعبان ومستعجل يا كيداه. مع السلامه. تعاليها تعاليها. حنوفة مش وقت كيداهم خالص. انا خدت الجورنال ده هات لهم جورنال تاني. ايه يا ست روحيه ده مش ليك يا ست امينه. هات لي كمان 2 كيلو طماطم بس ايه حمرا 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 للطبيخ يا ولا مش للسلطه. يا عمته جابت لي جورنال. انا جاي اهو. هو في ايه الطماطم اللي حضرتك عايزاها؟ فين الجورنال؟ الله بس انا قايله للولا حليمه يجيب لي الطماطم ويطلعها بنفسه لغايه هنا. يا حبيبتي انا نزلت اشتريتها بنفسي وطلعتها لك. فين الجرنان؟ يا سلام وايه الحنيه اللي هجمت عليكي فجاه دي؟ ما انت الخير والبركه يا عمته. فين الجرنان؟ يا سلام وايه العواطف يا حبيبتي اللي سقطت على صدري على الصبح دي؟ عمته قريتي جرنان؟ جرنان ايه؟ الجرنان اللي حليمه حطه لي في السبت وحضرتك رحتي مصطاداه والسبت طالع. الجرنان اللي انا اصطادته ده انا ما قريتهوش. هو في حاجه مهمه؟ اللي طالع عليكي اسمه ايوه في حاجه مهمه لازم اقراها حالا. فين الجرنان؟ ما هو حليمه هيجيب لي الجرنان تاني وبقريه براحتك يا حبيبتي. فين الجرنان؟ انت سخنه يا بنتي النهارده مش طبيعيه. عملته فين الجرنان؟ محدوف هناك اهو مرزوق. خديه يا حبيبتي وخلصيني. ربنا يخليك يا عمته. يا ساتر يا ساتر. سلام عليكم. يا ساتر البنت مجنونه وامها مجنونه والعيله كلها مجانين. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. لا لا كفايه كده احنا غوطنا في الميه. احنا في اليومين عدوا بسرعه ما لحقناش ننبسط. هي كده يا حبيبتي الايام الحلوه بتعدي بسرعه. طب انا عاوزه اروح لبنان. وحياتي وحياتي ده بيقولوا في مكان اسمه الروشه يروش. ده انت اللي هتروشيني يا حبيبتي لبنان. اصل انا بخاف اركب الطياره. ليه يا حنفي؟ لا بخاف للسواق يكون ما بيعرفش يسوق. بتعرف تعوم؟ اوه سمكه. بتعرف تركب خيل؟ ريح. تخيل بقى لو انت راكب الحصان جوه الميه. ايوه حبيبتي بس اخاف الحصان يغرق. بس انا ديتها اخد اجازه ازوغ من كيداهم ونروح نقضي اجمل ايامنا في اي مكان يعجبك. هو كل حوار في كيداهم كيداهم كيداهم. حميني كيداهم دي. خلاص با با با. صافيه صافيه. يعني دلوقتي بقالنا 3 شهور متجوزين. هو في اكتر من العزاء اللي احنا عايشين فيه ده؟ تصدقي انا حاسس ان انا في حلم جميل وخايف فجاه الاقي كيداهم هي اللي بتصحيني ويطلع كابوس. خلاص يبقى تعالى جوازنا. انت بتقولي ايه؟ بقول تعالى جوازنا يا حنفي. حبيبتي انا قلت لك كل شيء بوقته. طب ايه رايك يا حنفتي في اللي يعمل لك خطه ما تخرش الميه تخليك تبعد اسبوع عن البيت؟ يا على كتفك يا عيال يا عيال. انما انا النهارده جايبه لكم حته رحله. انما ايه كده؟ فين دي يا شازر؟ شرم الشيخ. كده انا مش هبقى معاكم. ليه بس؟ لان ماما استحاله توافق. يا امينه خلي عندك موهبه الاقناع. ايوه لؤي عنده حق. وبعدين هو انت صغيره عشان اهلك يقولوا لك لا ما تروحيش الرحله؟ لا وايه في كمان مفاجاه تانية تخص امينه.
اللي هي ايه بقى ان شاء الله؟ احمد خالد هيكون في شرم الشيخ ساعة الرحلة. ازاي؟ عنده حفلة هناك. وانت عرفتي منين؟ يا بنتي انت بتقريش جرايد، الاعلانات مغرقة الدنيا كده. طبعا حضرتك طالعة رحلة طالعة. وهي الرحلة دي عاملة كام؟ 1500 باكو ونص؟ اها. لا باكو ونص ده دي غالية غالية قوي. يا عم ادفع اللي تدفعه واحنا هنكمل لك، ما تخافش وراك رجالة. لا 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 كده يا جماعة هبقى تقيل عليكوا على الآخر يعني. ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ مالكش دعوة، انت هتطلع الرحلة يعني هتطلعها، ما تشغلش بالك بحاجة. المهم انت كمان يا أمينة تعرفي تقنعيهم في البيت عندك. ربنا معايا بقى. أحسن دي هتبقى مهمة صعبة قوي. بس كده لازم أبدأ بحنفنف. طبعًا. عندك واحد شاي وصايا لأحلى بابا في الدنيا. شوية شاي في الخمسينة عاملهم لك بإيدي يا روحي يا قلبي يا نور عيني. يا ولا ده إيه الكلام الحلو ده؟ أكيد يا بكاش عايزة مني حاجة. بص من غير لف ودوران، في موضوع مهم عايزك تساعدني ان احنا نقنع ماما بيه. ماما ده يبقى موضوع كبير قوي. ولا كبير ولا حاجه، اصحابي طالعين شرم الشيخ وعايزين نطلع معاهم. اتجننتي؟ رحله؟ دمك بتخاف عليكي تخرجي من الباب لاول الشارع؟ هتوافق انك تروحي بلد تانيه؟ يا بابا بلد تانيه ايه، هو انا رايحه الصين؟ ولو امك برضو مش هتوافق. بقول لك ايه، توافق ولا ما توافقش، انت هنا راجل البيت، الكلمه كلمتك والشوره شورتك، واللي تقوله لازم يمشي. طبعا. لا بس برضو وامك مش هتوافق. توافق على ايه يا حنان؟ خلاص خالص. لا يا حبيبتي، اصل امينه كان البنات صحاباتها عايزين ياخدوها رحله معاهم لشرم الشيخ. شرم ايه؟ احنا بتوع الكلام ده حبيبتي؟ تعرف احنا مالناش في السفر ده ولا لينا دعوه بيه. يا ماما يا ماما عشان خاطري، اصحابي عمالين يتريقوا عليا عشان مش طالعه معاهم. بقول لك احنا مالناش دعوه باصحابك، هم حرين يقضي مع اهاليهم، كل واحد حر في نفسه، انا ولادي ما يسيبونيش. طب طب ايه رايك يا حبيبتي تاخد اخواتها معاها على الاقل يونسوها؟ اها كانك موافق يا راجل. يا ماما يوافق ولا ما يوافقش، انت هنا الكلمه كلمتك والصوره صورتك، كل اللي بتقولي هو اللي هيمشي. طبعا. يا حبيبتي وبعدين انت مخلفه بنات رجاله يعني ما تخافيش عليهم. النبي حارسهم وصينهم، بس انا قلبي ما يجيبنيش يسيبوني. والنبي يا ماما عشان خاطري وحياتي وحياتي توقف. خلاص يا بنت روح اسال اخواتك. طيب اسالهم في ايدهم ما هيصدقوا. اه بقول لك اساليهم. حاضر حاضر. جنانك يا راجل، بطل تبقى مال بنك كده. ايه اللي بتعمله مع العيال ده؟ رب شويه جمد قلبك شويه. هو في معلش معلش خدت الشر وراحت. معلش معلش. بص يا حبيبتي بص يا جدام، سيب البت تروح الرحله بدل صحابها ما بيتنرفزوا عليهم، خليهم يعتمدوا على روحهم. وبعدين انا ما صدقت. ما صدقت ايه يا راجل؟ صدقت انها تروح الرحله وتاخد اخواتها معاهم عشان اتفرغ لك يا جميل. يا اخويا ده انا كل يوم عمال البستك جلابيه شكل، واخر الليل بتسيبني وتنام. انت كلام وبس. طبعا. صفيان عايز اشوفك النهارده ضروري بعد الشغل. هو في مشتري الفرن ابو فريخه ولا ايه؟ الله، هو مفيش بيني وبينك غير الشغل ولا ايه؟ طب تعالى انا عايزك في حاجه مهمه. خير يا صفي؟ فؤاد انا اسفه، انا في حاجات في حياتي تمنعني من الحب والجواز والحاجات دي. انا حتى بكره مسافره عشان اغير جو شويه. اه قلتيلي بقى، تحب اقول لك ايه هي الحاجات دي يا صافيه؟ بس العمال يسمعوك وطي صوتك. حاضر اوطي صوتي يا معلمه يا كبيره، بس احب اقول لك ان انا عارف ايه هي الحاجات دي. عارف؟ عارف ايه؟ عارف ان انت معلمه كبيره قوي، وان انت ساكنه في المهندسين دلوقتي، وعارف ان فؤاد ده واد غلبان ما بقاش ينفع، ساكن في حاره ما بقاش قد المقام يعني. فؤاد انت كده بتظلمني، حرام عليك. ما بس بقى كفايه الاسطوانه المشروخه اللي كل شويه تقولها لي دي، كل شويه ترميني بطول دراعك وفي الاخر ترجع تقول لي مظلومه. هو مين اللي بيظلم مين يا معلمه يا كبيره قوي؟
بقول لك ايه، انا كنت اتمنى ان انا اعيش عمري كله في الفرن ده لحد ما اموت، بس الظاهر كده خلاص ما بقاش فيه نصيب. من اول الشهر اشوف لك حد غير يكمل، اظن كده يبقى عداني العيب وعملت باصلي معاكي للاخر. بالاذن يا معلمه ترجع بالسلامه ان شاء الله. عليه اول مره تحب يا قلبي، واضح ان الرنه دي للحبايب بس. الو